بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده جاي اشرح لكم ازاي هنستخدم الكاميرا. دلوقتي الكاميرا هتبقى بكوبر جديد زي ما انتم شايفين، الكوبر حالته جديده، ده موديل جديد خالص من السترايكر. الكاميرا دي تعتبر غاليه جدا، بس احنا الحمد لله وفي عدد متوفر منه. الكوبر زي ما انا هوريكم شكله ممتاز جدا، ما فيش اي حاجه فيه. الناس اللي هي اول مره تعرف ازاي الكاميرا بتستخدمها، يعني ده بنضغط على ده عادي خالص ونركب العدسه، تمام، وده نظبط منه الفوكس البكرة دي يمين وشمال، تمام. دلوقتي انا مخلي الاضاءة حتى اضاءة وسط، مش اضاءة جامدة ولا حاجة، بقرب جامد بظبط الاضاءة، تمام، يمين وشمال بظبط الفوكس زي ما احنا شايفين. مفيش، هي استخدامها سهل جدا، مفيش اي حاجة، مجرد ركبناها وهي كل حاجة بتتظبط. الاضاءة حتى هو بيتظبط لوحدها. قربنا جامد هنلاقي الاكسبوجر اتظبط. بالطريقه دي بنظبط الفوكس اكتر، يعني احنا زي ما احنا شايفين كده، احنا كنا مقربين جدا اهو وهي جايبه معانا كويس خالص، مفيش اي حاجه. في اي استخدام هتبقى كويس. العدسه دي عدسه 4 مللي شنده، واللايت هاندل ده لايت هاندل اللي هو 10 واط، لو حد يعرف بس انا بستخدمها على ايه، عشان محدش يتوقع يعني ايه لايت اقل من كده، يعني ده تاني اقل حاجه ممكن تستخدمها. لو حاجه احسن طبعا هتبقى افضل. شوف انا طلعت لبره الفوكس كنت ظابطه على قريب، هرجع تاني بالبكره شمال كده انا ظبطته احسن. هو بمسح بس العدسة اتشبرت من ايدي، كل حاجة زي ما احنا شايفينها كويسة جدا، يعني هي يعني اظن الصورة فول اتش دي. الشاشة دي بالذات هي الفوجيتسو، والكمبيوتر ده هنوفره على الموقع بحيث ان اللي يشتري يبقى ما يدخش على الحاجات دي، يبقى هو هياخد الكاميرا لو حابب هيشتري معاها الجهاز ويشتري معاها الشاشة الفول اتش دي، تمام. الموضوع كله بسيط، انت هتوصل الكاميرا باليو اس بي وهتشغل برنامج الكاميرا بس، وايه وتصور بس، مجرد هي كده اشتغلت. في طريقه للزوم، الزوم بتاعها هيبقى ازاي؟ هنضغط على كنترول وسكرول الماوس لقدام. انا هعملها دلوقتي، مش لازم يعني، هي الموضوع سهل، هنضغط على كنترول بس ونعمل سكرول لقدام، هنلاقي ممكن نعمل زوم كبير اهي كده. انا عملت زوم للكاميرا، شايفين الصوره بقت كبرت خالص اهي، كان في زوم كل حاجه بقى، تمام. اللايت هاندل ده لو حد اشتراه هو بالذات في كذا مستوى للاضاءه، هنضغط عليه ورا بعض كده كل مره بمستوى اضاءه مختلف، يعني ممكن اضاءه قويه نقللها زي ما احنا عايزين بقى، يعني الاضاءه قويه ممكن نستخدمها في الفيس، الاضاءه الاضعف ممكن نستخدمها في الاير. هي الكاميرا عموما بتعمل اوتو اكسبوجر عشان تظبط الاضاءه القويه حتى لو هي قويه، بس احنا يعني ايه نستخدمها كده، انا بحب المستوى اللي هو المتوسط بيبقى كويس، خصوصا لو هشتغل في الاير. هرجع تاني الزوم لورا، تمام، هوريكم حاجة بسيطة، يعني هي ايه، نظبط الفوكس. انا بحب الاضاءة دي، بحبها ضعيفة شوية، وكل واحد باستخدامه الصراحة يعني، بس هو الكوبلر الجديد ده بيشتغل على اقل اضاءة يبقى كويس. انا هوريكم دلوقتي اهي الاير كويسة جدا، الفوكس مظبوطة، مش هخش اكتر من كده، شايفين تبقى فين بيتحرك، تمام. دي العدسة اللي هي الاربعة ملي، تمام، دي يعني البيزك بتاعنا لو حد هيشتغل فيس او ايه بيستخدمها في الكشف عادي. الاتنين وسبعة بقى هنخلي الاضاءة اقل مستوى اضاءة على ده، عشان الاتنين وسبعة تحتاج اضاءة ضعيفة شوية. الكوبلر ده بالذات السنسيتيفيتي بتاعته كويسة، فلو استخدمناها مع لايت سورس ضعيف هيجيب نتيجة كويسة معانا، يعني الكوبلر ده بالذات بيحتاجش اضاءة قوية، ده اقل مستوى في الاضاءة، يعني زي ما انتم شايفين كده اقل مستوى في الاضاءه في العدسه، وبيجيب معانا صوره كويسه جدا، مفيش اي مشكله خالص اهو. لو هقرب جامد هوريكم برده كل حاجه ايه مظبوطه. دلوقتي عايز اعرفكم ازاي هنستخدم البرنامج ده نفسه في ان انت تسجل المريض والكلام ده. هنجيب الماوس ونضغط هنا كده، احنا بنسجل، الموضوع سهل خالص يعني، تمام، شايفين سجل كل حاجة مفيش أي مشكلة. هنعلي مستوى الإضاءة شوية عشان الصورة تبقى واضحة معايا، ها حبيت بس أوريكم أقل مستوى إضاءة عشان لو حد بيستخدم لايت هاندل ضعيف، تمام أهو. بعد ما نخلص خالص هنضغط كده، أنا بس هلغي الصوت عشان هي بتسجل صوت، الصوت ما يطلعش، وهاجي هنا يظهر لي الفيديو اللي انا سجلته،
اضغط كده تاني الفيديو هيتعرض معايا عادي جدا، واخش هنا بسي اول فوتوز واسجل الفيديو نفسه باسم العيان لو حابب. الفيديو اللي انا سجلته الصوره كويسه جدا، ونختار جوده التسجيل زي ما احنا عايزين. زي ما حضراتكم شايفين اهو، والبلانس يبقى لوحده، بس انا بحب زي ما قلت لكم الاضاءه الضعيفه شويه بتخلي اللون كويس، خصوصا مع ايه الكوبلر الجديد اللي انا ايه جايبه ده. كل حاجه واضحه مفيش مشكله خالص. دلوقتي احنا ازاي نسجل، سجلنا في برنامج تاني كمان انا برضو نزلته للي حاجة. ممكن مثلا الاكسبوجر نفسه اخليه مانوال مثلا، اللي حابب مثلا في العدد الصغير بس وثبته على كده، خلاص هو ثبت على كده ما بقاش فيه اي تغير، يعني خلاص ما يبقاش بقى تخش تطلع هي ثبتت على كده. فدي برضو حاجة كويسة في بعض الناس هتحبها. ممكن اجي هنا مثلا اخلي دي ازودها شويه في العدسه الصغيره مثلا، انا بخليها على 6، انا بحب اخليها مانوال عشان ما تتغيرش كتير كده، عشان انا لو شغال في عمليه هبقى الموضوع ثابت على كده. حتى في الايد هتبقى جميله معايا، في الايد ممكن اقلله شويه اكتر خصوصا في العدسه الكبيره. نجرب كده التمانية اهي، اظن كده بقت ممتازه. حتى لو هيشتغل عمليات ايد يبقى هو ثبتها، لان هو مش هيحتاج يغير كتير. بظبطنا الاكسبوجر على كده. ده فيديو نوز انا لسه مسجله، هعرضه لكم كده عشان تشوفوا بس ايه الصوره بتاعتها بتبقى عامله ازاي. تمام، الصوره بتاعتها بتبقى جميله جدا بالعصر 4 مللي. لو ده فيديو نوز هنسجله بالايه بالبرنامج التاني اللي هو مثبتين الاكسبوجر. تمام.